سبحان الله تلاقي كده في بعض الطلبات على النفس البشرية لو انت رديت عليها بأيوة أو لا لها تأثير بالظبط زي تأثير السحر. يعني في طلب كده في الحياة العاطفية تحديدا، لو أنا كرجل طلبته من ست قالت لي لا ممكن يبقى ليه تأثير زي السحر، وفي طلب العكس برضو لو أنا طلبته منها وقالت لي آه نفس الكلام. إيه التوهان ده؟ أنا مش عايز أتوهكم عامة لأن حاسس إن أنا توهت نفسي. تعالوا بينا يلا ندخل في موضوع حلقتنا. اهلا باجمل ناس في الدنيا، وحشتوني وبتوحشوني دايما. سريعا برحب بيكم، وبرضه 3 ثواني بس اقول للجديد اللي بينضم لنا عرفنا بنفسه عشان ارحب بيه او عيلة الناس القدام اللي معانا يقوموا بالواجب يعني. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك، محمد ابو زيد على اليوتيوب ونفس الاسم على الفيسبوك كاي حاجه تانية غير كده نصب مش بتاعتنا. في طلب كده معين غالبا، هو مش غالبا ده لازم اي رجل مرتبط ببنت يعني بيطلبه منها، سواء في بداية العلاقة سواء في نص العلاقة أو سواء لا قدر الله في نهاية العلاقة. المهم إن أنت هتتعرضي ليه، هتتعرضي ليه. نصيحة نصيحة أخوية من أخ أصغر أو أكبر ليكي، إذا تعرضتي ليه التزمي وقولي لا لا وخلاص، ومش مهم تقولي مبررات كمان. أول طلب أكيد أكيد يعني معظم البنات 99% المرتبطين كانوا مرتبطين قبل كده، حبينا واحد قبل كده وطلع ما يستاهلش، الظروف فرقتنا، توفى إلى رحمة الله، سابنا، خاننا، احنا سبناه، ايا كان. لما الشخص اللي انا مرتبط بيه الرجل، في بعض الرجال كده تلاقيها مش حابة ان هي تريح نفسها، تلاقيه اللي هي مرتبط بيها يجي يقول لها هو اللي انت كنت مرتبطة بيه، سبحان الله عايز يعرف معلومات عنه، ما تكلميني عنه، ايه كنت بتحس معاه، كان بيقول لك ايه كنت. في بعض الرجال كده اقسم بالله، يعني هو غالبا ما عارفين ان اي واحدة مرتبطة بحد كانت مرتبطة قبل كده، فتلاقيه بقى هو يسألها كنت مرتبطة، اه والله كنت مرتبطة. المفروض الموضوع خلص بقى، والمفروض انت ما تسألش، انت تحاسبها على بداية معرفتها او معرفتك بيها، لان اوريدي انت قبل ما ترتبط بيها يعني مراقب وعارف هي كانت مرتبطة، كانت خالية، كانت مستنياك، معجبة بيك، انت اللي جريت وراها، هي اللي جرت وراك، اكيد يعني انت مش في يوم بليلة كده ارتبطت بيها. فلما يسألك عن اي حاجة عن الارتباط قولي له انت بتسأل ليه، انا مش عايز اتكلم، انا رافضة ان انا اجاوب، انا مدام معاك خلاص اقسم لك بالاجابة بتاعتك دي على الرجل ايا كان عمره ثقافته بيئته شخصيته ليها مفعول السحر. اعملي كده وادعي لي، اعملي كده وادعي لي. الحلقة بتاعت النهاردة وفيديو النهاردة ده مهم جدا رجاء، لو شايفين ده مهم، انا مش هسألكم لو شايفينه مهم دوسوا لايك رجاء، انا عايز اوصل لاكبر قدر من اصدقائنا، ويا ريت يعني حطوا لنا كام، حطوا لنا 1000 لايك حلوين، بس 1000 لايك مش عايزين اكتر من كده. اقسم بالله اللي هتسمع الفيديو ده وما تشيره يبقى حرام عليها بصراحة يعني، لان في بعض البنات مش مقدرة، مش بعض، الاغلب ما تعرفش الكلام اللي احنا هنقوله في حلقة النهاردة ده مهم قوي. رجاء تشيروه سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب او حتى على الانستجرام رجاء يعني. على طول لا، الإجابة لا، ومش مهم بقى تحط مبررات، أنا اديتك المبررات اللي أنت ممكن تقول أنت قلت لا ليه وممكن ما تقولي. مجرد إن هو يقول لك سؤال من النوع ده وترد بلا أو مش حابة أتكلم أو مش عايز أقول، على طول يعرف إن هو في القلب ومفلوش شريك، ودي بالنسبة للرجل تخليه حاسس إن هو لامس السحاب بإيديه، ماسك النجوم بإيديه، مش عايزة كلمتين. الطلب التاني بقى، نخرج في مكان خاص، عايز اشوفك، وحشاني، نفسي نقعد براحتنا. لا مكان خاص مش عام، عام عادي مع ان برضو عندي تحفظ، بس يعني هي الدنيا ماشية كده ولازم نعرف بعض ونشوف بعض، ومادام مكان عام خلاص نتقابل في مكان خاص بقى. على اختلاف الاماكن الخاصة وانواعها وطبائعها، على طول مجرد ان انت تفكري ده مش حلو، يعني مجرد ان انا كرجل مرتبط بيك هقول لك تعالى نتقابل في مكان خاص، تستني 5 ثواني تفكري في الاجابه، ده مش حلو في حقك. نو لا على طول، يبقى ده الرد الجاهز والدايركت بتاعك على طول. دي على الرجل، دي على الرجل بتخليه يطمن ويثق فيكي ويبقى مرتاح واحساس جميل ويحس ان هو اختار صح ونقى صح
حاجات كتير قوي ان انت هتحافظ عليه، ويبدأ هو كمان عايز يحافظ عليك. حاجات كبيرة قوي وكتيرة قوي ورهيبة قوي وميزات كبيرة قوي. زي ما قلت لكم، اشتري مني في حلقة النهاردة، خدي من واحد هدفه الاول والاخير ان هو ينصحك وبينك بصورة جميلة قوي، يخليكي تأثري قلب وعقل. خلي بالك من عقل الرجل اللي انت بتتعاملي معاه. اكتبوا لي ارائكم انتوا كافراد عيلتي، انا بحب ان انا اسمع وجهة نظركم في اي حاجة انا بقدمها، حلوة وحشة، عارف ان هي مهمة او مش عارف. انا بحب ان انا اقرا تعليقاتكم واتعرف عليكم وارد عليكم، وان كان ما بيبقاش في مجال ان انا ارد على الجميع يعني، وانا بتاسف. انا بحب كده عن نفسي. قولوا لي مدى الاستفاده من حاجه زي كده، ورجاء يعني زي ما قلت لكم، اشتري مني في حلقه النهارده، خدي من واحد هدفه الاول والاخير ان هو ينصحك وبينك بصوره جميله قوي، يخليكي تاثري قلب وعقل. خلي بالك من عقل الرجل اللي انت بتتعاملي معاه. اكتبوا لي ارائكم انتوا كافراد عيلتي، انا بحب ان انا اسمع وجهة نظركم في اي حاجة انا بقدمها، حلوة وحشة، عارف ان هي مهمة او مش عارف. انا بحب ان انا اقرا تعليقاتكم واتعرف عليكم وارد عليكم، وان كان ما بيبقاش في مجال ان انا ارد على الجميع يعني، وانا بتاسف. انا بحب كده عن نفسي. قولوا لي مدى الاستفاده من حاجه زي كده، ورجاء يعني نتشارك وعفوا ما نبخلش بالمعلومه ولا بالافاده على اي حد ممكن ان احنا نعرفه. في ناس يا جماعه بتبقى تايهه في العلاقات. انا بشوف اللي بيجيني على الخاص سواء انستجرام او فيسبوك ايه الاسئله، وبعمل حلقات زي دي. رجاء ما تقولوش انت ما بتردش عليا ليه، او انت مهمني ليه، او انت مش عايز ترد ليه. انا بشوف الرسائل، انا بشوف الرسائل او المساعدين اللي عندي بيوصلوني نوعية المسج ايه، وبناء عليها كل حلقات العلاقات دي بعملها بناء على طلباتكم، العينات اللي انا بشوفها كده من طلباتكم، سواء في التعليقات على الفيديو او لما بتبعتولي على الخاص. عشان كده ابعتوا كمان، وانا كل اللي انتوا بتبعتوه لي بيوصل له، حتى ان كنت ما بقدرش ان انا ارد عليه، لان انا ما بحبش حد من اللي شغال معايا هو اللي يرد يعني، بحب انا اللي ارد. فهو ممكن يوصلني المسج بس ما بسمحش لحد ان هو يرد. فانا بشوف دايما ارائكم واقتراحاتكم، ودايما بسعى ان انا البيها لكم في حلقات تكون كافيه ووافيه وشامله، احط فيها اللي اقدر ان انا احطه من الافاده، عشان اقدر ان انا اجاوب على اكتر ناس قريبه القلب واكتر ناس انا بحبها، وان شاء الله مكملين مع بعض للمليون وما بعد المليون كمان. تاني بقول اكتبوا لي ارائكم في التعليقات. عندنا لايف كل ليله بقى، اللي عايز ان هو يسالنا يدردش معانا يضحك يهزر. احنا يا جماعه عندنا انستجرام وفيسبوك، الرابط دي انا مثبتها في اي فيديو على القناه على اليوتيوب في الوصف واول تعليق. خش اشترك هتبقى معانا كل ليله، وبيبقى عددنا قليل يعني، بنعرف ان احنا نجاوب ونقرا ونرد على كل الناس. بحبكم والى اللقاء.